البداية من فلسطين. قناص جيد في المكان المناسب وأفضل من 1000 جندي في ساحة المعركة، هذه العبارات هي الأكثر تداولا بين الفلسطينيين، وهي تعود لصاحبها الشهيد خيري علقم الذي نفذ عملية إطلاق نار في حي النبي يعقوب الاستيطاني شمالي القدس المحتلة. العملية مشاهدين وصفتها سلطات الاحتلال الإسرائيلية بالأسوأ منذ سنوات، وأدت إلى مقتل 8 إسرائيليين وإصابة 12 آخرين. حاول علقم الانسحاب بمركبته، لكن شرطة الاحتلال اشتبكت معه حتى رمقه الأخير. تبين أن خيري قام بعمل بشكل فردي، وأنه ليس عضوا أو مقربا من أي تنظيم فلسطيني. لكن ما الذي نعرفه عن خيري علقم؟ الشاب المقدسي كان يبلغ 21 عاما وينحدر من قرية بيت ثول المهجرة قضاء القدس. تخرج من مدارس قرية الطور، ثم عمل في مجال الكهرباء. سمي تيمنا بجده الشهيد خيري علقم الذي طعنه مستوطن حتى الموت في مايو عام 1998. علقم مشاهدينا لم يثأر لجده فحسب، إذ يرى الفلسطينيون أنه رد على مجزرة الاحتلال في جنين والتي راح ضحيتها 9 شهداء. عملية القدس الشرقية وصفت بالبطولية وتصدرت قائمة الأكثر تداولا على المنصات العربية. الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم أشاد بعملية القدس وأكد أنها رد طبيعي على جرائم الاحتلال في جنين. عملية القدس تحكي قصة تموضع الضفة الغربية في العقيدة الأمنية الإسرائيلية. هذا ما يراه الباحث طارق حمود، الذي يقول إنه بالرغم من تكدس أكبر كتلة سلاح ومجلحين للمقاومة الفلسطينية منذ 1967 في غزة، فإن التهديد الأمني المباشر اليوم يكمن في الضفة. وفي قراءة لما وراء عملية القدس، تقول الأكاديمية فاطمة الوحش إن العملية تحمل رسالتين بتوقيت واحد، واحدة للداخل الكيان أن ما فعله سيوازيه فعل مساو له في القوة، رسالة إلى الخارج المتآمر حسب وصفها بأنه تحت